أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في صحيفة المدى نقرأ موقع أمريكي: بقاء المحصصة ينهي طموح المتظاهرين بالتغيير. وفي الزمان: الإصابات تعاود الارتفاع إثر تسجيل 3691 حالة مؤكدة. أما في ألترا عراق: لماذا حذف المتحدث باسم الكاظم تدوينة عن قتلة هشام الهاشمي؟ وفي الشرق الأوسط: إسبانيا في حالة طوارئ وشوارعها خالية من المارة والسيارات. أما في القدس العربي: سوريا تصعيد روسي كبير للرد على التقدم التركي على الجبهات الإقليمية. وفي نيويورك تايمز: هيلاري كلينتون لا تتخيل فوز ترامب مرة ثانية. وفي العربي 21: انتحاري يفجر نفسه بعد ملاحقته جنوب تركيا، أردوغان يعلق. وعود الكاظم واستمراره في تشكيل اللجان لا قيمة لهما إن لم يرتبطا بإجراءات واضحة لتطبيق القصاص العادل، فتشكيل اللجان لا يداوي الجروح بل تداويها القرارات الشجاعة المرفقة بالأدلة والبراهين. لم يكن البيان الذي ألقته العراقية أم الشهيد مهند ليلة 25 من هذا الشهر بيانا رقم واحد، تلاه ضابط أو من يمثله من مقر إذاعة بغداد حيث تحيطها الدبابات لإعلان الانقلاب العسكري على النظام. حول صمود أم مهند في النجف كتب ماجد السامرائي في صحيفة العرب اللندنية: البيان الأول لأم الشهيد مهند كان برنامجاً للثورة العملاقة الجديدة، حمل تفصيلات ووصايا لجميع الأمهات في العراق لأن لا يقفن بوجه أبنائهن وعدم منعهم من الالتحاق بمسيرة التصدي لحكم القتلة والخروج إلى شوارع بغداد والناصرية والبصرة وكربلاء، بل دعت إلى تشجيعهم واحتضانهم وإسناد ظهورهم رغم التضحيات الممهورة بالدماء الزكية. كان مشهد أم مهند وهي تلقي بيان الثورة أشبه بمهرجان مهيب مقام على ساحة حقل كبير في يوم مشرق على جنبات دجلة والفرات، تحتضن فيه الثوار وبينهم الشهداء وتأخذ إمضاءهم الموحد بالعهد على الاستمرار في مسيرة الفداء وميثاقها الثوري. وكم تمنيت لو انتصبت شاشات العرض التلفزيوني في جميع ساحات بغداد ومدن العراق تنقل وقائع هذا البيان، لكن اليوم الذي سيوثق هذه الملاحم ليس ببعيد. حينها ستختفي عن حيطان المباني صور رموز الدجل والكذب وتحل محلها صورة كوكبة شهداء الثورة المجيدة. قد لا يكون مناخ التجلي لهذا المشهد والطقس الثوري مناسباً لعرض مشهد آخر يقدم بيان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يحاول من خلاله تلمس بعض الأعذار لمسلسل القتل، ويعد في بيانه ليلة 25 من أكتوبر بكشف المتورطين، خاصة أن وثائق الإدانة بين يديه وأبرزها المتعلق بقتلة الشهيد هشام الهاشمي. مع صوت أم مهند توقفت أصوات المآذن والكنائس وأصوات المؤمنين، حيث شق جدار الصمت لدقائق معدودة صوت أم مهند هادئاً الذي أجزت لنفسي أن أسميه البيان الأول للثورة العراقية التي تفتح عهداً مشرقاً جديداً للعراق وتطوي مهما طالت الأيام عهد الفساد والتبعية. كان صوتها الواثق من حتمية انتصار الثورة يحمل أحزان العراقيين ووقار العراق ويستحضر تاريخه المشرق ويوجز قصة مجد هذا البلد منذ عهود آشور وبابل والقادسية. حسب تعريف عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر، فإن الدولة عبارة عن الجماعة البشرية التي تحتكر بنجاح الاستخدام الشرعي للقوة، بمعنى أن الدولة تحتكر العنف المشروع في سبيل تحقيق مصالح الفئات الاجتماعية ومنع الفوضى والاضطرابات وإدارة المجتمع بشكل سليم، بعد تصريحات الكاظمي الذي أكد فيها أن الدولة العراقية هي التي تمتلك قرار الحرب والسلم فقط
أعلنت عدة ميليشيات موالية لإيران في العراق عن هدنة والامتناع عن استهداف مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في العراق بما في ذلك السفارة الأمريكية. حول الميليشيات في العراق كتب شاه القرداغي في موقع مركز الرافدين: كلما كانت الدولة قادرة على احتكار العنف المشروع وعدم السماح لأطراف أخرى بحمل السلاح ومنازعة الدولة، كلما كانت الدولة أقوى على المستوى الداخلي والخارجي، حيث يشعر المواطن بالأمان والاستقرار عندما يدرك أنه يعيش تحت غطاء دولة قوية توفر الحماية للجميع. وعلى الصعيد الدولي يتم التعامل مع هكذا الدول باحترام، لأنها قادرة على اتخاذ القرارات بصورة مباشرة دون أي ضغوطات أو تأثيرات قد تصدر عن جهات فاعلة تحمل السلاح وتمارس مهام الدولة وتتحول إلى دولة داخل الدولة بصورة تدريجية. في العراق الجديد الذي تأسس بعد عام 2003، لم تعد الدولة الطرف الوحيد الذي يحتكر العنف والقوة ويمارس مهام وواجبات الدولة، بل تعددت مراكز القوة والأطراف والميليشيات التي تحمل السلاح وتستخدم العنف غير المشروع لتحقيق أهدافها، وتتعامل كدولة قائمة بذاتها داخل الدولة الحالية. جميع الحكومات السابقة رفعت شعار استرداد هيبة الدولة والتعامل بحزم مع الأطراف الأخرى التي تحمل السلاح وتمارس العنف، ولكن على أرض الواقع زاد عدد الميليشيات والفصائل المسلحة وارتفعت تكاليف تسليحها وباتت أقوى مقارنة بالسابق، وأصبح المواطن يشعر بغياب تام للدولة. من غير المعقول أن تلعب مجموعة من الميليشيات الموالية للخارج بمصير أكثر من 38 مليون مواطن عراقي يحلمون بالعيش الرغيد بعيدا عن المشاكل السياسية والاقتصادية والأمنية، ومن غير المقبول أن تتحجج الحكومة بعجزها عن تطبيق القانون على الميليشيات تحت مبرر الخوف من اشتعال الحروب الأهلية، وخاصة أنها تمتلك القدرات الكافية لإنجاز هذه المهمة وإنقاذ العراقيين من كوابيس الإرهاب والميليشيات التي تأخذ العراق إلى مصير مجهول ونفق مظلم. مرت الذكرى السنوية الأولى للجولة الثانية من احتجاجات 25 من تشرين الأول أكتوبر 2019 وسط قلق ومخاوف من استغلالها من جهات سياسية لتصفية الحسابات مع الحكومة، بالوقت الذي يتهم محتجون الحكومة بالمماطلة والتسويف لمطالب الساحات التي تتقدمها محاسبة قتلة المحتجين. تقرير حول مظاهرات تشرين الموجة الجديدة للكاتب محمد المحمودي في موقع ألترا عراق. حاولت السلطة عرقلة وصول المحتجين إلى بغداد بحسب المحتج أحمد الشريفي، والذي يقول إن السيطرات الرئيسية في مداخل العاصمة منعت الحافلات الكبيرة والصغيرة من الدخول بتعليمات من قيادات العمليات، بالإضافة إلى منع الشباب والتفتيش الدقيق لهم، مبيناً أن الشباب تجاوزوا السيطرات الرئيسية سيراً على الأقدام أو بالتخفي مع العوائل الوافدة إلى العاصمة. وأضاف الشريفي لموقع ألترا عراق أن ساحة التحرير ومنطقة العلاوي شهدتا توافداً لآلاف المحتجين، لكن القمع في الأخيرة كان أشد، إذ استخدمت القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع بالإضافة إلى الضرب بالهروات والاعتداء على المحتجين. من جهته يعتبر الناشط حسين الغرابي أن ما حدث هو توهج لثورة تشرين، خاصة في ظل التنظيم الذي حصل وبقاء جزء من الفاعلين في محافظاتهم، بالرغم من استمرار استغلال الميليشيات للضعف الحكومي والأمني، خاصة وأن الحضور كان كبيراً ويليق بذكرى تشرين، وهو رد على التسويف والمماطلة الذي تمارسه الحكومة إزاء مطالب المحتجين. إن المحتجين الأنقياء لهم الأغلبية بشكل عملي من خلال أعدادهم ومطالبهم التي تحدد خارطة طريق للاحتجاج. أما الشعارات السياسية التي تستهدف جهة دون أخرى تكشف من يقف خلفها، ولكن الغلبة بالنهاية للشعارات التي تطالب باستعادة الدولة وإنهاء الفساد واحتكار السلطة ومحاسبة قتلة المحتجين ستعكس وجود السواد الأعظم في الساحات من المحتجين الأنقياء.
عبثا تحاول أوساط الفريق الحاكم في فرنسا وحراس هيكل الأيديولوجيا الجمهورية من مثقفين وإعلاميين إدراج إعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي العربي في إطار حرية التعبير والاعتقاد. دحض مثل هذه الحجة لا يحتاج إلى جهد كبير، يتساءل الكاتب وليد شرارة في صحيفة الأخبار اللبنانية: لماذا تكره فرنسا الإسلام؟ اختراع عدو لاستنفار مثل هذه العصبية وتوظيفها لغايات انتخابية أو سياسية داخلية وخارجية هو ما يبتغيه إيمانويل ماكرون وغيره من السياسيين الفرنسيين والغربيين ضمن مساعيهم الدائمة لصناعة الإجماع الداخلي الضروري لضمان بقائهم في السلطة وتوحيد صفوف الديمقراطيات العريقة والمرعوبة من خروج العالم عن سيطرتها. من يعتقد أن المشاعر الفرنسية المرهفة صدمت عن إقدام يافع شيشاني تائه في عالم الفتاوى الافتراضية على قطع رأس مدرس فرنسي عرض على تلامذته رسوما مسيئة للرسول، عليه أن يتذكر أن هذه المشاعر لم تمس عند ارتكاب عناصر من الشرطة الفرنسية، أي موظفين يمثلون الدولة في العقدين الماضيين، عشرات الاعتداءات والجرائم العنصرية بحق مواطنين فرنسيين من أبناء الضباحي والأحياء الشعبية ومن ذوي الأصول العربية والإفريقية. الرئيس الفرنسي الذي تحدث عن انفصالية إسلامية أي تهديد لهوية البلاد وأمنها ووحدتها الترابية عن معركة بين الحضارة والبربرية في رثاءة للمدرس القتيل في استعادة فجة لمفردات الخطاب الاستعماري وكذلك مساواته بين الإسلاميين والإرهابيين يقوم عن وعي بتغذية هذه العصبية وبإسباغ الشرعية والصدقية عليها كونه رئيس الدولة. ولكلامه وقع أكبر في أوساط الرأي العام من وقع خطابات قادة اليمين المتطرف مثلا. نشرت صحيفة الغارديان تقريرا لمراسلها في باريس كام ويلشر قال فيه إن الغضب انتشر في العالم الإسلامي بعد دعم رئيس إيمانويل ماكرون رسوم المسيئة لرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أجاء في تقريره أن فرنسا ناشدت الحكومات لوقف دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية بعد دعم ماكرون علنا الرسوم المسيئة للرسول. في يوم الأحد وبعد حرق صورة الرئيس الفرنسي في احتجاجات ودعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ماكرون لفحص قدراته العقلية، رد ماكرون بتغريدة باللغات الفرنسية والعربية والإنجليزية: تاريخنا هو معركة ضد الطغيان والتشدد وسنواصل، وكانت تركيا والكويت وإيران والأردن من بين الدول التي انتقدت نشر الصور المسيئة للرسول والتي نشرت أولا في مجلة شارلي إبدو، وانتقدت منظمة التعاون الإسلامية المقترحات من قائد فرنسي وتهدد بإغراق العلاقات الإسلامية الفرنسية. وفي الوقت الذي شجبت فيه كل الهجمات الإرهابية باسم الإسلام إلا أنها هاجمت نشر الصور الكرتونية المشهرة بالرسول، وقالت شركة تزويد للمواد الغذائية في قطر إنها سحبت المنتجات الفرنسية وفي المنظور القريب، وتم تأجيل أسبوع ثقافي فرنسي بجامعة قطر بسبب الهجمات المقصودة على الإسلام ورموزه. وفي الكويت تم نزع الجبن الفرنسي لافاشكيغي وبابيل من بعض المتاجر، وعلقت 430 شركة سياسة الحجوزات إلى فرنسا. رئيس منطقة كشمير في باكستان قال في تغريدة: حصل ماكرون على براءة اختراع في إسلاموفوبيا والتحريض على الكراهية ضد المسلمين، ونشجب كلامه التشهيري والعقلية التي تقف وراءه. عانت فرنسا من هذه العقلية أثناء الحرب العالمية الثانية، لماذا يلحق أضرارا مماثلة بالآخرين؟ قالت المرشحة الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون إنها متأكدة من فوز جوزيف بايدن بالرئاسة، وفي مقابلة طويلة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز قالت إنها كانت متأكدة عام 2016 بالفوز بالرئاسة وهي اليوم متيقنة من انتصار بايدن. أكدت كلينتون أنها لا تشعر بالخوف من فوز ترامب مرة ثانية، لأنني أعتقد أن لا أساس لكل هذا، وعليه فهي لا تتخيل فوزاً ثانياً له واستمراراً لإساءة استخدام السلطة، ولأن هذا يصيبني بالغثيان والتفكير أنه سيفوز بأربعة أعوام أخرى على الإساءة والدمار الذي تسبب به لمؤسساتنا والضرر على أعرافنا وقيمنا.
وتأمل أن يكون مجلس الشيوخ بيد الديمقراطيين حتى لا يتحول إلى أداة ساعدت ترامب على القيام بدوره التدميري، وأكدت أنها توقعت فوز بايدن في ترشيحات الحزب الديمقراطي مع أن بدايته كانت بطيئة، وتعتقد أن خبرته في الحكم ومواقفه التي تتردد لدى معظم الديمقراطيين تؤهله للفوز والقيادة. كلينتون تحذر من الخسارة التي ستعم على الأمريكيين حتى مؤيدي ترامب لو فاز مرة ثانية، خسارة في الصحة والمعيشة والحياة والوظائف والهواء النقي ومياه الشرب. وتقول إن روسيا تأتي في المرتبة الثانية بعد الصين من ناحية التهديد، وهناك إيران وكوريا الشمالية. أترى أن الرئيس فلاديمير بوتين سيواجه أثار هجماته على أمريكا؟ أترى أن محاسبة بوتين ستكون شخصية وليس من خلال العقوبات على النخبة الثرية حوله؟ ولا تعتقد كلينتون أي تحول في الحزب الديمقراطي، إلا أنها لا تستبعد التغيير في الحزب الجمهوري الذي دمره ترامب. تقرير لصحيفة القدس العربي رصدت فيه خروج العراقيين إلى ساحة التحرير ومحيط المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة في بغداد لتجديد احتجاجهم على عجز السلطات عن القيام بإصلاحات ومحاسبة المتورطين بقمع التظاهرات التي تعرضت لها ثورتهم منذ العام الماضي. وتحولت ساحة تحرير المعقل الرئيسي للاحتجاجات في بغداد إلى قرية من الخيام التي غطت أغلبها صور شهداء الانتفاضة، فيما تجمع متظاهرون قرب المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة والبرلمان والسفارة الأمريكية. والآن نذهب في جولة لبعض الرسوم الكاريكاتيرية. بهذه الرسوم نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في حلقة جديدة بإذن الله نلتقي، دمتم بخير، إلى اللقاء.